بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم الأستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو 26 من سلسلة شرح برنامج المايكروسوفت وورد، وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الرموز من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. هنبدأ نشوف هنا إزاي نقدر ندرج الرموز. علشان تدرج الرموز بتدخل على قائمة insert، بعد كده symbol، هتلاقي مجموعة من الرموز قدامك اللي انت تقدر تستخدمها. تقدر تضغط على more symbols، وبعد كده تيجي على الرمز اللي انت عايزه من خلال تصفح القائمة، وبعد كده تقدر تعمل له اختيار، وبعد كده تقدر تعمل له ادراج. طبعا لو احنا عملنا اللوحة على جنب هنلاحظ بأن الرمز تم ادراجه. تقدر بأنك تكمل تصفح الرموز اللي انت محتاجها، وبعد كده تدرج اكتر من رمز. على سبيل المثال هندرج الرمز ده وهندرج الرمز ده على اساس تدرج الرموز اللي انت محتاجها مرة واحدة، وبعد كده تضغط له كلوز. بعد كده هتبدأ انك تظلل الرموز اللي انت اخدتها وتكبر الخط بتاعها للخط اللي انت شايفه مناسب. طبعا انا حاليا بكبره للشكل اللي انتوا شايفينه علشان نوضح الرموز. الرموز ديت في النهاية بتعتمد على الخطوط المثبتة على جهازك، وبالتالي بتختلف الرموز اللي موجودة عندنا في قائمة سيمبلز ما بين جهاز للتاني على حسب الخطوط اللي موجودة على الجهاز. على سبيل المثال دي مجموعة من الخطوط اللي موجودة عندنا بنعرضها على حضراتكم. ان مثلا في خطوط بالشكل ده، في رموز برضو هتبدأ تظهر لك بالشكل ده، لكن الرموز ديت مش هتظهر عندك على الجهاز بتاعك إلا لو كانت الخطوط بتاعتها مثبتة على الجهاز بتاعك. طيب ازاي هتقدر تثبت الخطوط ديت على الجهاز بتاعك لو ما كانتش مثبتة على جهازك؟ ده اللي هنشرحه في الفيديوهية التالية. شكرا لحضراتكم، ونتمنى للجميع كل التوفيق.